السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندنا درس من دروس أولى إعدادي، أول درس من دروس أولى إعدادي جبر إن شاء الله، هو الضرب المتكرر في نون. تعالوا كده نرجع شوية ونفتكر، وإحنا في سنة ستة أخدنا الضرب المتكرر في صاد، كان عبارة عن إيه؟ قال لي لو جه عندي عدد من الأعداد الصحيحة زي العدد تلاتة اتضرب في نفسه تلاتة في تلاتة في تلاتة في تلاتة، كنت بكتب التلاتة مرة واحدة بس، وبعد كام مرة اتكرر الضرب عندي وأقوم كاتبه عدد مرات التكرار فوقه. خلاص؟ يعني أنا عندي 3 في 3 في 3 في 3، يعني كررت 4 مرات، كتبت التلاتة مرة واحدة بس، وعدد مرات التكرار اللي هم 4 مرات كتبتهم فوق. نيجي نقراها نقول إيه؟ 3 أس 4. يعني أنا عندي التلاتة هي العدد الأساسي بتاعي، يعني هي الأساس، والأربعة عدد مرات التكرار اللي بنسميه الأس. هتفرق لو انا اخدت عدد نسبي واشتغلت معايا ضرب متكرر، العدد النسبي بيتحط في صورة ايه؟ في صورة الف على ب، يعني في صورة بسط ومقام. تعالى بص كده، انا عندي 2 على 3، ده عدد نسبي اهو محطوط في صورة الف على ب. اتضربت 2 على 3 في 2 على 3 في 2 على 3، يعني الاتنين على تلاتة اتكررت 3 مرات، يعني الاتنين اهي فوق اتكررت 3 مرات، والتلاتة تحت اتكررت 3 مرات. ممكن اكتب العدد النسبي مرة واحدة بس زي ما عملنا هنا ويبقى الأساس بتاعي، وأقول عدد مرات التكرار هو ال3 مرات، يعني ده الأس بتاعي، يعني 2 على 3 لكل أس 3. بفكها، يعني 2 اتضربت في نفسها 3 مرات، 2 في 2 في 2 ب8، و3 في 3 في 3 ب27. طيب معنى الكلام ده إيه؟ قال لي إذا كان ألف على ب ينتمي لنون، يعني ألف على ب عدد نسبي محطوط في صورة إيه؟ صورة العدد النسبي، ونون عدد صحيح موجب، فإن ألف على ب أس نون الكل أس نون هيساوي ألف على ب في ألف على ب في ألف على ب عدد مرات نون، أيا كان عدد مرات نون بقى اللي هي عدد مرات تكرار الضرب، حيث ألف على ب مكرر كعامل نون من المرة. طب وقلنا هنقراه إيه؟ قلنا هنقراه ألف على ب أس نون، أو القوى النونية للعدد ألف على ب. تعالى شوف بقى، هو ممكن يجيب لي أس صفر؟ يعني إيه أس صفر؟ يعني هو العدد موجود مرة واحدة بس ما اتكررش أكتر من كده، يعني إيه؟ يعني ألف على ب أس صفر، ماشي؟ إن هو مفيش عدد مرات تكرار أهو، قال لي لما يجي لي بالصورة دي بيطلع على طول العدد بتاعي بيساوي الواحد الصحيح، دايماً يطلع بيساوي الواحد الصحيح، حيث ألف اللي هو البسط بتاعي دوت لا يساوي الصفر. طب بص معايا كده، تعالى نشوف سؤال مسألة، سالب نص الكل أس 4 معناه إيه؟ معناه سالب نص في سالب نص في سالب نص في سالب نص. تعالى نفتكر كده الضرب بتاعنا لما كان بيبقى فيه إشارات كنا بنعمل إيه؟ كنت بقول إشارة سالب في سالب وموجب. طب موجب في سالب بسالب، طب سالب في سالب بموجب، يبقى الناتج النهائي هيطلع إيه؟ قال لي هيطلع موجب. خلاص؟ يبقى أنا ضربت سالب في سالب بموجب، ضربت الموجب في السالب بقت بسالب، بعدين رحت ضربة السالب في السالب طلعت في الآخر الإشارة بتاعتي موجبة، وبعدين الفوق كله مع بعضه الواحد مهما اتكرر الضرب بتاعه هيطلع بواحد، 2 في 2 ب4 في 2 ب8 في 2 ب16، يعني طلع الناتج النهائي 1 على 16. امتى الكلام ده؟ قال لي لما يكون السالب جوه في القوس والقوس فوقيه، ماشي؟ يعني السالب مش بره القوس، لو السالب بره القوس ماليش دعوه بيها، بتنزل في الاخر خلاص ماليش دعوه بيها، لكن طول ما السالب جوه القوس ومعاها القوس هشوف عدد مرات التكرار بتاعي 4، يعني معنى كده ان هي سالب في سالب بموجب وسالب في سالب بموجب، يعني الناتج بتاعي يطلع في الاخر موجب. طب هنا قال لي الاساس اصلا بتاعي موجب، ما تفرقش معايا بقى، اتكرر 4 مرات يبقى النص متكرر في مضروب في نفسه 4 مرات هيطلع برضه 1 على 16، يبقى سواء كان الاساس سالب او كان موجب ما دام عدد مرات تكرار وعدد زوجي فبيطلع في الاخر ايه؟ الاجابه بتاعتي بالموجب. ماشي؟ تعالى هاخد نفس العدد بتاعي سالب نص اهو، بس هكرره كم مره؟ هيبقى اس 3، يعني هكرره كم مره؟ 3 مرات، يعني سالب في سالب بموجب اضرب الموجب في السالب يطلع الناتج بتاعي سالب. خلاص؟ يبقى انا هنا ضربت سالب في سالب بموجب، وبعدين في سالب بقى بسالب، وبعدين في سالب بقى بموجب، لكن هنا سالب في سالب بموجب، وبعدين مره كمان في سالب يطلع الناتج بتاعي بالسالب. واضرب الواحد في نفسه 3 مرات يطلع بواحد،
2 في 2 ب 4 في 2 ب 8. طبعا الاساس الموجب ما فيش فيه مشكله، اتضرب في نفسه 3 مرات طلع ب 8 مرات. طب هل سالب نص اس 3 بيساوي نص اس 3؟ هنا سالب نص اس 4 بتساوي نص اس 4 بتساوي نفس الناتج اللي هو 1 على 16. طيب سالب نص اس 3 لا دي طلعت بسالب 8. طب ونص اس 3 طلعت ب 8. هل السالب 8 هو هو ال 8؟ لا، السالب والموجب مختلفين عن بعض. خلاص يبقى ده لا يساوي ده. يعني معناه ايه؟ قال لي معناه لو انا عندي عدد نسبي يعني ا على ب ينتمي لنون وكانت مين دي عدد صحيح، هيفرق بقى ان الاس بتاعي اللي هو مين؟ يكون زوجي او فردي. يفرق مع مين؟ قال لي يفرق مع الاساس السالب. يفرق مع الاساس السالب، هو ده اللي هيطلع لي يا اما سالب يا اما موجب. طيب لو كانت مين زوجي؟ يبقى لما يكون الاساس بتاعي سالب هيبقى بالموجب، ما يفرقش الموجب والسالب، كان الزوجي ده طلع السالب. طيب لو كان فردي؟ قال لي لا، فردي هيحافظ على الاشاره السالبه، يعني تطلع لي بره القوس والناتج يبقى سالب. يعني لو الاساس عندي سالب الموجب ما فيش فيه مشكله، الاساس بتاعي سالب والاس زوجي يبقى الناتج هيطلع موجب عشان الزوجي شال السالب. طب لو الاساس سالب والاس فردي يبقى الناتج هيطلع سالب، يعني الاساس السالب الاساس ان الاس الفردي هيحافظ على الاشاره السالبه. طب تعالى نشوف مسائل كده. اوجد في ابسط صوره ناتج كل مما ياتي. 2 على 3 لكل اس 2 في 9 على 4. لازم افك الاول الايه؟ الاس ده. افكه ازاي؟ يعني معناها ال 2 دي اس 2 وال 3 اس 2. 2 اس 2 يعني مكرر مرتين، يعني 2 في 2 ب 4. 3 اس 2 يعني 3 في 3 ب 9. طيب انا عندي 4 على 9 في 9 على 4، ممكن اختصرها زي ما احنا عاملين كده، او ده العدد وده المعكوس الضربي بتاعه. فالعدد في معكوس الضرب يديني المحايد الضربي اللي هو الواحد الصحيح. خلاص؟ مسألة تانية، بص كده، هنا الأساس سالب، يبقى عيني دايماً على الأس، الأس بتاعي ماله؟ زوجي ولا فردي؟ قال لي الزوجي، يعني كأن السالب دي مش موجودة. الأس الزوجي ضايع السالب دي كأنها مش موجودة. طب أفك بقى، يبقى الخمسة مكررة مرتين يعني 5 في 5 ب 25. الأربعة مكررة مرتين يعني 4 في 4 ب 16. طب هنا قال لي الأساس موجب مفيش فيه مشكلة. الاثنين متكرره 4 مرات يبقى هتطلع ب 16، الخمسه مضروبه في نفسها 4 مرات تديني 625. هختصر كده قصاد بعضه، على 16 فيها الواحد، على 16 فيها الواحد، هنا على 25 فيها الواحد، وعلى 25 فيها ال 25. اضرب 1 في 1 ب 1، 1 في 25 ب 25، يبقى الناتج بتاعي 1 على 25. طيب رقم 3 بيقول لي هنا 3 ونص لكل اس 2 على خد بالك من العلامه هنا ايه؟ سالب 10 ونص. السالب 10 ونص دي مفيش اس فوقيها، لا فيه، مفيش اس فوقيها، دي معناها انها اس ايه؟ واحد. خلاص كده؟ تعالى نشوف بس الواحد مش بيتكتب، الاس واحد دي مش بيتكتب. طيب هاجي الاول اعمل حاجه، انا هسيب العلامه بتاعتي على زي ما هي لحد ما اظبط المساله بتاعتي. هظبطها يعني ايه؟ قال لي يعني هرفع الكسر ده، يعني هقول 3 في 2 ب 6، 6 زائد 1 7. يبقى دي 7 على 2 الكل اس 2، وهنا السالب هتنزل عادي مفيش فيها مشكله. 10 في 2 ب 20، 20 زائد 1 21 على ال 2. طيب هنيجي نفك دي نطلعها من الاس بتاعها، يعني 7 في 7 ب 49 و 2 في 2 ب 4. طب انا ثبتت الاولين وبعدين العلا هتبقى في ثبت اقلب وبعدين هشقلب اللي بعديه، هو اس واحد يعني مش هيتغير. هشقلب اللي بعديه السالب معايا ما حافظت عليها هي ما جتش جنبها، وهنا بص واحد يعني بص فردي يعني محافظ على السالب، واحط 2 على 21 واختصر. على 7 فيها ال 7، على 7 فيها ال 3، على ال 2 فيها ال 1، على ال 2 فيها ال 2. موجب في سالب بسالب، مش هنسى الاشاره، لو نسيتها يبقى الاجابه غلط. 7 في 1 ب 7، 2 في 3 ب 6، يبقى سالب 7 على 6. المساله اللي بعد كده سالب 2 على 5 لكل اس 2، بص كده لكل اس 2 يعني السالب جوه اهي معايا جوه القوس، والاس عليها يعني مضروب سالب في سالب بموجب. خلاص؟ هنا سالب 5 على 2 لكل اس 3، يعني الاساس سالب والاس فردي. خلاص كده؟ وبعدين 1 على 5 لكل اس 0، ودي هتطلع بواحد صحيح على طول من غير ما افكر فيها. خلاص؟ سواء كانت سالب سواء كانت موجب، ما دام انا عندي كل القوس قوس صفر بيطلع الناتج بايه؟
بواحد زي ما احنا قلنا هنا في الملحوظه بتاعتنا. طيب هفك بقى هنا الاسط الاساس سالب والاسط الزوجي، يبقى السالب دي راحت، يبقى 2 في 2 ب 4، 5 في 5 ب 25. هنا الاساس سالب والاسط فردي، يبقى السالب معايا 5 بكررها 3 مرات، يبقى 5 في 5 ب 25، في 5 ب 125 على 2 في 2 ب 4 في 2 ب 8. خلاص قلنا ده كده بواحد على طول. هختصر لو في اختصار طبعا، على 4 فيها الواحد، على 4 فيها الاثنين 25، على 25 فيها الواحد 125، على 25 فيها الخمسة. هضرب بقى، هقول أول حاجة خد بالي من الإشارة، سالب موجب في سالب، بسالب في موجب، برضه بسالب، إشارات مختلفة بالسالب. طيب هنا واحد في 5 ب5، في واحد ب5 إيه؟ واحد في 2 ب2، كل ده مضروب في واحد طبعا هينزل نفس العدد، يبقى سالب 5 على الاثنين. اخر شكل عندنا هنا من اشكال المسائل اللي ممكن تجي لنا، ان انا اجيب لي س مصاب وعين وابتدي اعوض في قيمه عدديه ومقدار موجود قدامي. اذا كان س يساوي سالب نص وص تساوي ربع وعين تساوي 4، اوجد القيمه العدديه للمقدار س زائد ص لكل تكعيب او لكل اس 3 في عين اس 3. طب هبتدي اعوض، عندي س بسالب نص زائد اهي والص بربع، واقول كل دوت اس 3 في 4 اس 3. احل اللي جوه القوس واشتغل عليه الاول، يبقى انا عندي هنا المقامات مش متوحده، ده جمع، الجمع والطرح لازم اوحد المقامات. يبقى انا هخلي الاثنين دي 4، يبقى هضرب تحت في 2 وفوق في 2، يبقى هنا 4 وهنا 1 في 2 ب 2، يبقى سالب 2 على ال 4، السالب ما بتتاثرش، وهنا زائد ربع. طيب هعمل ايه؟ اشارات مختلفه، احط اشاره كبير واطرح. اشاره الكبير اللي هو الكبير شكلا، اللي هو 2 على 4، يبقى السالب هتنزل، و2 ناقص 1 ب1، وال4 هتنزل زي ما هي مفيش فيها تغيير. خلاص الكل اس 3 في 4 اس 3. طبعا ممكن نفك دي ونجيب قيمتها بكام؟ ونفك دي ونجيب قيمتها بكام؟ طب الاسهل بدل ما نعمل الكلام ده كله، قال لي طب ما تيجي نوزع الثلاثة الاس دي على البسط وعلى المقام. يعني ادي سالب 1 اس 3 وهنا 4 اس 3، وانا عندي هنا 4 اس 3 عدد صحيح وقف على 1 عشان تبقى في صورة العدد النسبي. طب هنعمل ايه؟ قال لي هنختصر 4 اس 3 مع 4 اس 3. خلاص؟ طبعا ممكن نفك ونشتغل مفيش مشكلة، بس كده بقت اسهل. هنا على 4، هنا 4 اس 3 و4 اس 3 فيها الواحد، اتفضل لي سالب في موجب بسالب، واحد طبعا واحد في واحد بواحد، على واحد في واحد بواحد يعني بايه؟ بسالب واحد لكل اس 3. خلاص؟ تطلع بكام؟ قال لي الاساس سالب والاس فردي، يبقى السالب هيطلع معايا واحد في واحد في واحد بايه؟ بواحد. وكده نبقى خلصنا الضرب المتكرر في نون، ده اول درس من دروس الجبر.